واحدة من أغرب الفرضيات العلمية والمثيرة للجدل عن طبيعة وشكل الكون اللي احنا عايشين فيه هي الهولوجرافيك يونيفيرس أو الكون الهولوجرامي، واللي بتقول إن الكون بتاعنا ده هو في الأصل ثنائي الأبعاد، يعني مكون من طول وعرض فقط، ولكننا بنشوفه ثلاثي الأبعاد علشان احنا عايشين في كون عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد ناتجة من كون ثنائي الأبعاد في الأصل، زي الهولوجرام كده بالظبط، أو زي المشاهد ثلاثية الأبعاد اللي بنشوفها على شاشة التلفزيون على الرغم من إنها ثنائية الأبعاد. يعني الكون في الحقيقة عبارة عن سطح مستوي، ولكن بسبب أننا عايشين في إسقاط ثلاثي الأبعاد منه فبنحس بالبعد الثالث اللي هو العمق أو الارتفاع، وكأنه ثلاثي الأبعاد. ولو الموضوع يبدو ليه غير منطقي بالمرة وأتفه من أنك حتى تفكر فيه، خلينا أقولك أن الفرضية الغريبة دي كانت كفيلة أنها تحل أكبر المشاكل اللي بتواجه أهم نظريتين في الفيزياء الحديثة، اللي هما نظرية النسبية لأينشتاين ونظرية الكم. ولكن قبل ما اقولك ازاي واسحلك مع الفرضية الغريبة دي، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ويريد تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. فرضية الهولوجرافيك يونيفيرس مش الفرضية الوحيدة اللي بتقول اننا عايشين في كون مختلف تماما عن تصورنا، يعني ما بيتكونش من اربع ابعاد زي ما احنا فاكرين اللي هما الطول والعرض والارتفاع والزمن. وعلى سبيل المثال، المعادلات الرياضية الخاصة بنظرية الاوتار الفائقة بتطلع نتائج صحيحة فقط في حالة ان الكون بيتكون من 11 بعد، يعني لو النظرية دي صحيحة يبقى في 7 ابعاد تانيين خفيين في الكون زي ما شرحت بالتفصيل في فيديو كامل قبل كده. ولكن الفرضية اللي بنتكلم عليها النهاردة بتقول ان الكون مكون من بعدين فقط، وان كل اللي احنا شايفينه ده عبارة عن اسقاط من جسم ثنائي الابعاد لصورة ثلاثية الابعاد. وأول واحد طرح الفرضية دي من عشرات السنين هو الفيزيائي في جامعة ستانفورد ليونارد سيسكند، واللي بيقول إن الفرضية دي مش مجرد تكهنات خيالية بين الفيزيائيين، ولكنها أصبحت أداة علمية لحل المشاكل الفيزيائية. والفكرة دي جات له بسبب اتنين من المفارقات العلمية الشهيرة المتعلقة بالثقوب السوداء. أول مفارقة هي البلاك هول انفورميشن بارادوكس، اللي هي مشكلة فقدان معلومات الثقب الأسود، ودي قصتها بدأت من سنة 1974 لما الفيزيائي ستيفن هوكينج اكتشف أن الثقوب السوداء على عكس ما كان معتقد قبل كده بتنتج كميات طفيفة من الإشعاع مع مرور الوقت، وفي النهاية الطاقة دي هتنفجر بعيد عن أفق الحدث الموجود على حدود الثقب الأسود، وده هيؤدي إلى اختفاء الثقوب السوداء وتصبح عدم في النهاية. والنظرية دي عملت المفارقة اللي بنتكلم عليها، اللي هي مشكلة فقدان معلومات الثقب الأسود، وده لأن قوانين الفيزياء بتقول إن مفيش أي شيء في الكون ممكن يتحول لعدم، وطبقا لقانون حفظ الطاقة إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكنها بتتحول من شكل لآخر. ولكن نظرية ستيفن هوكينج بتقول إن الثقوب السوداء بتصبح عدم، يعني على سبيل المثال لو جبت شوية ورق وحطيتهم في جهاز تقطيع الورق، ساعتها المعلومات الموجودة على الورق دي هتفضل موجودة حتى بعد ما الورق يتقطع، ولو قدرت بطريقة ما انك تجمع الورق ده تاني مع بعضه هتلاقي المعلومات موجودة وما اختفتش، وده كان المتوقع حدوثه مع كل الجسيمات الموجودة في الكون. ولكن المشكلة ان في حالة اختفاء الثقب الاسود زي ما نظرية ستيفن هوكينج بتقول، واللي بالمناسبة تم اثبات صحتها بادلة علمية، فكل المعلومات اللي كانت موجودة جواه عن طريق اي جسم كان ابتلعه قبل ما تلاشى هتختفي معاه تماما، وده بيناقض قوانين الفيزياء بشكل صريح. ودي المفارقة الأولى اللي خلت سوسكند والفيزيائي الهولندي جيرارد هوفت في منتصف التسعينات يطرحوا فرضية الهولوجرافيك يونيفيرس، وإن الكون هو عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد ولكنه في الحقيقة ثنائي الأبعاد فقط، وقالوا فيها إن الثقب الأسود لما بيبلع أي جسم فالجسم ده بيسيب بصمة مشفرة ليه ثنائية الأبعاد على حدود الثقب الأسود في منطقة أفق الحدث، ولما الثقب الأسود بيتلاشى بسبب الإشعاع اللي ستيفن هوكينج قال عليه، فالإشعاع ده بيلتقط البصمة اللي عليها بيانات الأجسام اللي ابتلعها الثقب الأسود ده على مدار حياته، وبالطريقة دي فالبيانات مش هتختفي معاه ولكنها هتنطلق مع الإشعاع ده للفضاء. وحساباتهم بينت ان على السطح ثنائي الابعاد فقط ممكن يتم تخزين معلومات كافيه لوصف اي كائنات تبدو ثلاثيه الابعاد بداخل الثقب الاسود. وسيسكند بيقول ان التشبيه اللي كنا بنفكر فيه هو ان الكون عباره عن صوره هولوجرام، يعني قطعه ثنائيه الابعاد في الاصل، وبتحتوي على جميع البيانات والمعلومات، وبتحول كل البيانات دي لحاجه زي فيلم ثلاثي الابعاد في الفضاء.
تاني مفارقة خاصة بالثقوب السوداء واللي خلت الفيزيائيين دول يطرحوا الفرضية دي هي البلاك هول انتروبي بارادوكس، أو مشكلة الانتروبي الخاصة بالثقوب السوداء، يعني مقدار الفوضى والعشوائية بين جسيمات الثقب الأسود. وعالم الفيزياء النظرية الأمريكي يعقوب ديفيد بيكنشتاين حسب في السبعينات إن الانتروبي الخاص بالثقوب السوداء محدودة، وإن الحسابات دي تتماشى فقط مع منطقة ثنائية الأبعاد لأفق الحدث. والفيزيائي الأرجنتيني جوان مالداسينا، وده من ضمن المشاركين في فرضية الهولوجرافيك يونيفرس، بيقول إن حسابات الانتروبي أو العشوائية الخاصة بحجم الثقوب السوداء بتدل على إنها تبدو ثلاثية الأبعاد، ولكن يمكن فهمها بشكل أفضل باستخدام بعدين فقط. واحد هيقول لي طيب يا عمدة، لو افترضنا ان المعضلتين الخاصين بالثقوب السوداء اللي بتقول عليهم دول بيظهر لهم حلول في المعادلات الرياضية الخاصة بالنظريات الفيزيائية في حالة ان الكون مكون من بعدين فقط، ده برضو مش معناه ان الكلام ده ينطبق على الكون كله. قبل ما جاوبك خليني في الاول حييني على السؤال اللي سألته بالنيابة عنك ده، لانه مهم جدا. بص يا سيدي، الفيزيائيين على مدار سنين وهم عندهم هدف واحد أكبر، وهو أنهم يتوصلوا لنظرية أو علاقة رياضية واحدة تجمع بين الأربع قوى الأساسية في الطبيعة، وهيطلقوا عليها القوى الفائقة، وده هيقدروا يتوصلوا له من خلال التوحيد بين معادلات نظرية النسبية وميكانيكا الكم في نموذج أو إطار رياضي موحد، لأنهم شايفين أن هو ده الحل الوحيد للإجابة على أكبر ألغاز الكون، زي أنهم يتوصلوا للكوانتم جرافيتي أو الجاذبية الكمومية، وإيه اللي بيحصل داخل الثقوب السوداء، ويفهموا بشكل أوضح نشأة الكون. ده غير أن النظرية دي هتخليهم يعرفوا إيه اللي حصل قبل الانفجار العظيم. علشان كده العلماء بيبحثوا عن ما يسمى The Theory of Everything، أو نظرية كل شيء، واللي هتقدر تفك شفرة الكون وتجاوب على كل تساؤلاتهم دي. وده اللي حصل مع فرضية الهولوجرافيك يونيفيرس لما العلماء جربوا يقللوا الأبعاد الخاصة بالكون بتاعنا في المعادلات الرياضية اللي بيحاولوا بيها الجمع بين نظرية النسبية وميكانيكا الكم، ولما حطوا في المعادلات دي إن الكون بيتكون من بعدين فقط اللي هما الطول والعرض، لقوا إن كل المشاكل والنتائج الخاطئة اللي كانت بتطلع لهم لما كانوا بيحطوا الأربع أبعاد اختفت تماما، سواء كنت بتتكلم عن الثقوب السوداء أو كوكب أو عن الكون كله. والمعادلات اللي كانت بتنهار عند محاولة فهم ايه اللي بيحصل داخل الثقوب السوداء قدرت تنجو وتطلع نتائج وتنبؤات اخيرا، وقدروا يوصلوا المعادلات تجمع بين الجاذبية وميكانيكا الكم بشكل اسهل في الحل. يعني باختصار، قوانين الفيزياء اللي نعرفها تبدو اكتر منطقية لما بتتكتف في بعدين فقط، ولكن مش معنى ان الدنيا بتظبط معاهم في المعادلات الرياضية اللي بيحاولوا يجمعوا بيها بين النظريتين دول يكون ده دليل على اننا بالفعل عايشين في هولوجرام عبارة عن صورة ثلاثية الابعاد، لان الحسابات مش دليل على صحة الفرضية، ولكنها بتعبر عن احتمالية تحتمل الصواب او الخطأ. يعني ممكن يكون الكون فعلا عبارة عن صورة ثلاثية الابعاد لجسم ثنائي الابعاد، او ما يكونش. والمشكلة ان حتى الان الفيزيائيين مش عارفين يتوصلوا لطريقة تمكنهم من اختبار صحة الفرضية دي بشكل تجريبي، ومازال الجدل داير حتى الان بين الفيزيائيين ما بين مؤيد ومعارض للفرضية الغريبة دي. والموضوع فعلا محير، لان المعارض معه حق لان الفكرة غريبة جدا وصعب تقبلها، والمؤيد برضو معه حق لان في ظواهر كتير في الكون بتاعنا مش قادرين نلاقي لها اي تفسير او جواب منطقي، واللي زي السحر بيظهر لها تفسيرات عن طريق نتائج المعادلات الرياضية في حالة انهم بيعتبروا ان الكون بتاعنا ثنائي الابعاد فقط. ومن ضمن الظواهر الكتير اللي ملهاش تفسير غير مع نموذج الثنائي الابعاد للكون هي ظاهرة الكوانتم انتانجلمنت، او التشابك الكمي، واللي عملت عنها فيديو قبل كده، واللي بتبين بالتجارب ان الجسيمات المتشابكة بتتواصل مع بعض بشكل مجهول مهما كانت المسافة ما بينهم، وان اي تغيير في حركة جسيم منهم بيأثر على الجسيم البعيد التاني بشكل فوري. وظاهرة الكوانتم سوبر بوزيشن أو التراكب الكمي، واللي بتقول إن الجسيمات دون الذرية بتكون في أكتر من حالة وأكتر من مكان في نفس الوقت. ده غير بداية الكون من نقطة تفرد في نظرية الانفجار العظيم وحدوث الانفليشن أو التضخم بالشكل السريع ده. وعلشان فرضية الهولوجرافيك يونيفرس أو كون مكون من صورة ثلاثية الأبعاد دي تتحول لنظرية مثبتة بأدلة علمية، لازم الفيزيائيين يشوفوا طريقة يقدروا بيها يختبروا صحتها بأدلة تجريبية، يعني الفرضية تقدم تنبؤات معينة، ولو علماء الفيزياء التجريبية قدروا يثبتوا صحة التنبؤات دي بالتجارب العلمية، ساعتها بس هيتأكدوا من صحة الفرضية وتتحول لنظرية. وده بالظبط اللي حصل مع نظرية الانفجار العظيم لما قدمت تنبؤ ان المفروض يكون في شكل من اشكال الطاقة المتبقية والمنتشرة في جميع انحاء الكون نتيجة لانفجار الكون قبل 13 مليار و800 مليون سنة، وهو ده كان التنبؤ بتاع نظرية الانفجار العظيم. وبالفعل في الستينات علماء الفلك رصدوا الطاقة دي على شكل الكوزميك مايكرويف باك جراوند، او اشعاع الخلفية الكونية، وده اللي خلى العلماء يتأكدوا من صحة نظرية الانفجار العظيم. ولكن حتى الآن العلماء نفسهم مش عارفين يتفقوا على شكل التنبؤ اللي الفرضية اللي بنتكلم عليها المفروض تقدمه علشان علماء الفيزياء التجريبية يبدأوا رحلة التأكد من صحتها.
ولكن في بعض الفيزيائيين من ضمنهم الفيزيائي وعالم الفيزياء الفلكية الشهير كريج هوجن اللي شغال في فيرمي لاب، وده مختبر تابع لأبحاث وزارة الطاقة الأمريكية وخاص بأبحاث فيزياء الجسيمات، وفي مسرع للجسيمات زي اللي موجود في سيرن. المهم كريج بيقول ان التنبؤ اللي ممكن تقدمه الفرضية دي لو صحيحة ان المفروض ان كمية المعلومات اللي بيحتويها السبيس تايم فابريك او نسيج الزمكان المكون للكون كله تكون محدودة، لانه ناتج في الاساس من كميات محددة من المعلومات ثنائية الابعاد، وده اللي كريج بيحاول يتأكد من صحة وجوده، وبيستخدم هو وزمايله في فيرمي لاب جهاز اسمه هولومتر، واللي فيه نوع قوي من أشعة الليزر اللي هتمكنهم من البحث عن نوع معين من التشويش في نسيج الزمكان على مستويات فائقة الصغر، يعني على المستوى المجهري. والتشويش ده لو كان موجود فعلا هيدل على وجود حد أساسي في كمية المعلومات اللي بيحتويها نسيج الزمكان، وساعتها هنتأكد اننا عايشين في هولوجرام فعلا عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد لكون ثنائي الأبعاد في الأساس. أعتقد أنا كده سحلتك فكريا بالشكل الكافي، ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وتعمل لايك وشير لأصحابك المهتمين بالمواضيع دي، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.